بسم الله الرحمن الرحيم. يا مشكلتنا ان احنا عباره شركه شبكات، احدى شركات نتجاز هي شركه توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. كون العماله اللي شغاله فيها حوالي 1200 عامل. كان مستثمر الشركه دي بالظبط من 5 سنين. فبدايه سريعه كده، من 5 سنين الاستثمار طبعا في مصر بيدي الشركه 5 سنين، وبعد كده بتدفع لها ضرايب. فال5 سنين خلصوا، فالشركه دلوقتي بتصفي. نهايتنا بعتوا لنا جوابات ان عقودكم خلصت وممنوع، مش هتتجدد تاني، والكلام ده اخرنا 30/6. تمام. فحاليا رحنا لمحافظ اسكندريه، ده اول حاجه مدير امن اسكندريه، خدناه تصاعدا، وقفنا الشغل تماما. ما هو كده كده انا وقفت الشغل في شهر 4، هيبقى لي شهرين وهمشي. طب انا اشتغل ليه؟ اشتغل ابو المرتب الشهرين. فصعدت ورحت محافظ البحيره، المحافظ اسكندريه ومحافظ البحيره، عشان شغلنا احنا معظمه في البحيره واسكندريه والقاهره والفيوم. رحنا محافظ البحيره ومحافظ اسكندريه ومدير امن اسكندريه ومدير امن البحيره. مدير امن اسكندريه اروح ورلعه في المحطات، روح اكسروا محطات الغاز. طب احنا مشكله كارثه، حكايه ولعوا في المحطات او اقفلوا محبس، بلاش ولعوا، اقفلوا محبس في الغاز، غير شركه الميه، غير الكهرباء نفسها. احنا عندنا لو في محبس اتقفل معاه من 6 شهور لسنتين 3 سنين عبل ما يتدفع تاني. ده اللي ممكن يعني في ناس بسيطه اللي تعرفه، الناس اللي شغاله في الغاز هم بس اللي يعرفوه. لو محبس في الغاز الطبيعي اتقفل معاك من 6 شهور علشان حاجه اسمها تدفيع، لازم الاسفلت نفسه اتكسر والشوارع تتقطع. وفعلا رحنا قدام محطه اسكندريه في وش في اسكندريه العمومي، عملنا نوع من الضغط او التهديد، سابونا بمطلق الحريه، دخلنا جوه المحطه نفسها بالضغط، ما كانش قدامنا غير ان احنا نقفل المحابس. ده طبعا مستحيل كان يحصل، عشان عارفين يعني ايه قفلان المحبس، ويعني ازاي هتبقى كارثه حقيقيه لو ده حصل. المحطه دي فيها 143 الف عميل شغال بناء عليها. فطبعا احنا ما عملناش كده، حاولنا نصعده الموضوع تدريجيا. جينا قعدنا يوم عند إيه غاز في اول عباس العقاد هنا، تمام، ما فيش حاجه، ردوا علينا اقنعونا يوم الاثنين هنردوا عليكم، كان حددوا لنا يوم بالفعل، وجي اليوم ده ما عملوش فيه اي حاجه جديده. خدنا نفسنا بعديها بحوالي اسبوع وطلعنا على وزاره البترول قدام امي، قعدنا هناك يومين 48 ساعه. وزير البترول ما طلعلناش ولا شفنا اي حد من المسؤولين. طبعا مشينا، احنا حاليا دلوقتي متجمعين قدام رئاسه الوزراء بقالنا حوالي 5 ايام، ولسه بمشيئة الرحمن هنكمله. تمام. فانا مش عارف اكمل اقول ايه. 1200 عامل دلوقتي بقوا في الشارع. احنا مش طالبين لا زيادات مرتبات ولا طالبين شغل. احنا كان بينزل لنا اقسم بالله نص المرتب ونقول الحمد لله، البلد حالها واقف. كنا بنشتغل 48 ساعه، ما نعرفوش حاجه عن الاوفر تايم، ده بنسمعوه بس كده، مفيش حاجه اسمها ده. انت شغلك 8 ساعات تشتغل، اقسم بالله كنا بنشتغل 24 ساعه متتاليين. ايام كنت بطلع الساعه 8 الصبح ارجع تاني يوم بيتي 8 الصبح، وده طبعا مستحيل حد يصدقه الا احنا اللي موجودين فيه. مفيش حد هيصدق الكلام ده، او شبه مستحيل ان حد يصدق الكلام ده. تمام. فاحنا مش طالبين اكتر من حقوقنا. انا دلوقتي شغال بقالي 5 سنين، استقريت حياتي وشف الشركه، اطلع بره اعمل ايه؟ ما اعرفش مجال تاني غير توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، هي دي شغلتي. انا شغلتي فني لحاف، اعرف ازاي اجمع في الغاز الطبيعي. فما عادش عارف ايه دلوقتي اللي الدوله عاوزاه. رئيس الوزراء ما فيش اي كلام يتقال، ما فيش وجهه نظر، يعدى علينا كانه مش شايفنا بالظبط. وزير البترول ما فيش اي حاجه جابها جديده. فاحنا كل اللي احنا عاوزينه مش زياده مرتبات، مش ملناش اي طلبات، لا بدلات زي الناس ما بتقف وتقول، لا زياده مرتبات. احنا كل اللي عاوزينه يا جماعه ان احنا نبقى عارفين احنا فين، احنا فين من وزاره البترول. في واخدين شغل يعني، الدكتور محمد مرسي طلع مشكوره قال انا هننفذ في مده سنتين 2 مليون عميل. يعني 2 مليون عميل المطلوب ان يتفتح على الشركات اللي موجوده قدها بمرتين عشان تنفذ في سنتين 2 مليون عميل. 2 مليون عميل ده طبعا ضخم، ضخم جدا. طب العماله دي فين؟ وحاليا دلوقتي انا ما بتكلمش على شركه شبكات، حاليا دلوقتي في حوالي 7 أو 8 شركات في مجال الغاز بيصفوا. طب امال مين اللي هينفذ الكلام ده؟ انا مش عارف. حاجه غير ال 1200 عامل اتشرط 500 عامل يوميا شغالين بقالهم 3 4 سنين، مشوا. الكلام ده مشوا من اخر 3، مشوا من اخر 3. 500 عامل لو واحد فيهم بالفعل راح قفل محبس مش موجود في المحطات نفسها الغاز، في محابس موجوده في الارض زي محابس الميه. ممكن لو عامل راح قفل محبس
هتبقى كارثه حقيقيه ومش هنصرفه غير بعديها، ولكن طبعا هيكون بعد فوات الاوان. الغاز الطبيعي بالذات ما فيش منزل يعيش من غيره، ممكن نحاوله نعيش من غير الكهرباء مع انه صعب بس نحاوله. المايه نفس النظام، لكن الغاز ملوش تصرفه. ولو بالفعل باكد تاني، الغاز الطبيعي لو المحابس اتقفلت ده طبعا احنا عارفين خطورتنا، لكن في ناس مشي سابت الشركه ومشي، فهتبقى عليا 500 واحد، ويعرف انا هقفل في اي وقت وميعاد معين، اعرف ان انا اللي قفلت. طب هيجي بعد كده اقول لك الناس بتاعه الشركه هي اللي عملت كده، ما ان احنا عمرنا ما هنعمله كده علشان عارفين ايه هو خطوره الموقف. وبالفعل لو كنا عايزين نعمله كده كنا عملناه، عشان المحابس كانت موجوده قدامنا، كنا موجود عدد كبير وما كانش عارف يسيطر على حد. وبالفعل جالنا لواء من كانت الكلام ده في اسكندريه، سابنا ومشي، خد كان معاه بوكس وسابنا ومشي. هيعمل معانا ايه؟ عدد كبير وخلاص. قال لك يعملوا اللي يعملوا، هم مستنيين لما كارثه تحصل الاول وبعد كده يقول لك لا اصل الناس دي ونسمعوا لها. احنا حاليا دلوقتي قدام رئاسه الوزراء ومشيئه الرحمن مش هنمشوا، وهنحاول نصعد الموضوع. يعني احنا اخر حاجه وصلنا لها وليس اخرها، عشان ما نعرفوش بكره في ايه. تمام، احنا قدام رئاسه الوزراء ومش هنحركوا من هنا غير مع وزير القوى العامله يشوف لنا يتصرف، وزير البترول دي طبعا حاجه ترجع لهم هم اللي يتعاملوا فيها مش احنا، هم هيكونوا اقدر مننا فيها. احنا كل اللي احنا عاوزينه احنا نكملوا شغل مجالنا، ياخدونا بقى يودونا بتروجيت، ياخدونا يودونا في اي شركه تانية، ده حاجه ترجع لهم وما ترجعناش. وشكرا جزيلا.